زعتري يا زعتري يا زعتري بدي خيمة إلها وكرفان إلي زعتري. أول ما جيت على المخيم يعني كان الوضع سيء جدا وكنت بحالة نفسية صعبة. بعدين حاولت أنه أتأقلم مع الجو اللي أنا عايش فيه، حاولت أدور على شغل، ففتحت صالون من يعني وسائل بدائية، وكان صاير الإمكانيات ضعيفة بس بنفس الوقت يعني توفي بالغرض. صارت برد كتير وهي الكرفانة عم تغلي غالي. سوريا بلدي وربيت فيها يا محلى شجارها والظل فيها. وصار في ضغوطات كثير علينا، وحتى بعدين صار الضغوطات اكثر، صار القصف والهاي. احنا اخر مره كنا بالبيت صار في قصف مباشر علينا من الطيران، ما حد كان فينا يعني خلص، يعني صار الموقف يعني صعب كثير، وعندنا اطفال يعني صارت تتخوف، يعني طلعنا هيك ما عاد يعني في مجال، لازم انه نطلع يعني. ألفنا أغنية جديدة عن بلادنا حوران، وكان تأليف الأغنية عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. يا رايح عدرب حوران سلم عدرع وقله جمرة بقلبي. كانت الصدفة أنه وجدت كلمات تأليف ابن عمي على موقع خاص فيه، فمباشرة ما شفت حالي غير عم بغنيها، وطلع معي لحن جديد. صرخة طفل تهز شلون ما هزت وجدان الكون، هزت قلب السوري هولو من قلبه عم يهتف له. يا رايح عدرب حوران.